السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة صف ثالث ثانوي. إن شاء الله النهاردة من بنك المعرفة هنحل تمارين على درس تكامل الدوال الأسية واللوغاريتمية. كان السؤال الأول بيقول: تكامل 2 س ناقص 2 على س تربيع ناقص 2 س زائد 3. الكسر يا أستاذ كنا بنشوف هل اللي فوق هو مشتقة اللي تحت؟ لو كان البسط مشتقة المقام يبقى الناتج لوغاريتم ه مقياس المقام. المقام كان س تربيع ناقص 2 س زائد 3، يبقى احنا هناخد الاختيار باء، بل الاختيار باء هو الصحيح. السؤال اللي بعده: تكامل زطا 2 س. فاكر يا باشمهندس ان الزطا كنا بنبدلها ونحط قانونها اللي هو جتا على جا، جتا 2 س على جا 2 س، وكنا بنقول اللي فوق مشتقة اللي تحت، أيوة بس نقصه حاجة. مشتقة الجا 2 س ب 2 جتا 2 س، ناقص لي هنا 2، خلاص حط 2 وحط نص بره. تمام، يبقى النص اللي فوق مشتقة اللي تحت يبقى لوغاريتمه مقياس المقام زائد ثابت. طبعا الاختيار ده اللي هو الأول. النقطة الثالثة: تكامل س تربيع زائد 9 على س تكعيب زائد 27 س زائد 7. قلنا له يا أستاذ عشان يكون اللي فوق مشتقة اللي تحت لازم يكون 3 س تربيع زائد 27، فمن الواضح كده إن هو قسم على التلاتة، خد التلاتة دي مشترك بره وقسم عليها. ماشي، نحط له 3 في تلت، يبقى كان تكامل تلت وهنا 3 في س تربيع زائد 9 على س تكعيب زائد 27 س زائد 7. تاني نستهد يا باشمهندس، هو بيقول لك هات لي التكامل ده. قلت له عشان دي كسر لازم اللي فوق يكون مشتقة اللي تحت. تمام، هل كده اللي فوق مشتقة اللي تحت؟ قلت له نقصه 3، فقمت حاطط 3 وبره تلت، والناتج هيكون تلت لوغاريتمه مقياس المقام. السؤال الرابع بيقول: تكامل 8 جا س زائد 4 جتا س، اللي فوق مشتقة اللي تحت؟ أيوة يا أستاذ، بس ده مضروب في 4، فيه هنا 4 زيادة، تعال ناخد الأربعة مشترك، يبقى تكامل 2 جا س زائد جتا س على جا س ناقص 2 جتا س. طيب الجا اشتقاقها بإيه؟ بجتا. طب الجتا بسالب جا، بقى اللي فوق مشتقة اللي تحت، يبقى الناتج 4 لوغاريتمه مقياس المقام زائد ثابت. الاختيار ده فين؟ الاختيار ده باء. السؤال 5 بيقول: تكامل 2 على س لوغاريتمه 6 س. قلنا له يا باشمهندسين يا استاذ الاتنين دي او السالب 2 ممكن اخدها مشترك، تكون المسألة كده، وعلشان يا أستاذ أقول له اللي فوق مشتقة اللي تحت، قمت جاي واخد 1 على س على لوغاريتمه 6 س، كده بقى اللي فوق مشتقة اللي تحت. إزاي يا أستاذ؟ هو مش المفروض لوغاريتمه 6 س تبقى تحت الدالة اللي هي 6 س فوق مشتقتها؟ أيوة، من 6 هتروح مع 6، يبقى الناتج سالب 2 لوغاريتمه مقياس المقام زائد ثابت. ده الاختيار ج. السؤال السادس بيقول: أوجد تكامل سالب 6 قتا 9 س. أولا يا أستاذ ما كانش عندي قانون لتكامل القتا، طب الحل كان إيه؟ أولا هناخد المعامل ده كده بره، القتا دي هنضربها في قتا 9 س زائد زطا 9 س فوق وتحت، قتا 9 س زائد زطا 9 س بقت سالب 6 تكامل
قتا 9 سين، في قتا 9 سين بقتا تربيع 9 سين، زائد قتا 9 سين في قتا 9 سين بقتا 9 سين زطا 9 سين. لما ضربنا قتا 9 سين في زطا 9 سين على المقام اللي هو قتا 9 سين زائد زطا 9 سين. هل اللي فوق مشتقة اللي تحت؟ قلت له قتا اشتقاقها بقتا زطا، بس ناقصها حاجة. ايه هي الحاجة؟ مشتقة الزاوية. الزاوية 9، طب ما تضرب هنا في 9 وتحط 9 برة. طب بعد 9 في حاجة كمان ناقصة؟ أيوة يا أستاذ، في حاجة كمان ناقصة. إيه؟ اشتقاق القتا بسالب قتا زطا، واشتقاق الزطا بسالب قتا تربيع. طيب خلاص، خد الإشارة سالب وغير إشارة اللي برة، يبقى الناتج 2/3 لوغاريتمه مقياس المقام، قتا 9 سين زائد زطا 9 سين زائد ثابت. إذا اللي هو الاختيار جيم. السؤال 7 بيقول تكامل سين تربيع ناقص 16 على 9 سين تربيع ناقص 36 سين. اللي فوق مشتقة اللي تحت؟ لا يا أستاذ، لأن السين اللي فوق قد اللي تحت. هنا هتلجأ لحيل بقى، هناخد يا أستاذ من تحت 9 سين مشترك، اتبقى سين ناقص 4. طب ما اللي فوق ده لو حللته هيكون سين ناقص 4 في سين زائد 4، دول كده كنسلوا، بقى تكامل سين زائد 4 على 9 سين. طب يعني ايه؟ يعني كل خانة من دول مقسومة على 9 سين. تمام، طب ما دول كده فيهم 9 زائد 4 على 9 في 1 على سين. كويس، تكامل 9 يبقى 9 سين. تكامل 4 أجزاء 1 على سين، ده اللي فوق مشتقة اللي تحت، يبقى 4 على 9 لوغاريتمه مقياس المقام زائد ثابت. الاختيار ده موجود؟ أيوة يا أستاذ، أعتقد إن هو الاختيار جيم. السؤال 8 ده يا باش مهندسين بيكون اسمه تكامل محدود، وده آخر باب عندنا في فرع التفاضل، يعني السؤال ده لسه ما خدناهوش. السؤال 9 بيقول تكامل 5 ز س ق س على 8 ق س ناقص 1. قلنا له يا أستاذ مشتقة اللي تحت ده المفروض يكون 8 ق س ز س، وأنا مكتوب لي البسط 5 ق س ز س. طب ما خلاص، خد الخمسة واقسم على 8 لأنك هتحط 8 فوق، على 8 ق س ناقص 1. تاني، كانت هنا الخمسة تقدر تاخدها مشترك بره عادي، عايز هنا 8 اقسم على 8 بره، يبقى الناتج 5 على 8 لوغاريتمه مقياس المقام زائد ثابت. السؤال 10 بيقول اوجد تكامل 2 ق تربيع 3 س على ظ 3 س. قلنا له يا استاذ القانون بيقول ايه؟ بيقول لازم اللي فوق يكون مشتقة اللي تحت. طب عشان اشتق الظا لازم تكون ايه؟ لازم تكون 3 ق تربيع 3 س. طيب انا معايا هنا 2 ودي سالب، فهضطر اخدهم بره مشترك، هاخد سالب 2 ومحتاج 3، يبقى اقسم على 3 بره واعدل التكامليه بتاعتي. يبقى الناتج سالب 2/3 لوغاريتمه مقياس المقام زائد ثابت. الاختيار ده فين يا شباب؟ الاختيار ده دال. السؤال 11 تكامل 3 ج 8 س على 6 ج 8 س. هاجي اشتق اللي تحت، ال 6 في 8 ب 48 ج 8 س، ده لازم اللي يكون مكتوب فوق. هنا مكتوب 3، فهضطر اخد ال 3 مشترك واقسم على ال 48 لان هضرب هنا في 48. ج 8 س على 6 ج 8 س زائد 7، بس خلاص 3 على 48 يعني 1 على 16 لوغاريتمه مقياس المقام زائد ثابت.
السؤال 12، تكامل 4 سين على 11 سين تربيع ناقص 10. قلنا له يا أستاذ حضرتك المفروض اللي فوق يكون 22 سين. تمام، هاخد الأربعة بره وأقسم على 22 وأضرب في 22 هنا. بعد التبسيط ده لما قسمنا على الاتنين فهالاتنين على 11، وهنا لوغاريتم ه مقياس المقام زائد ثابت. السؤال 13، تكامل 16 س ناقص 9، اللي فوق مشتقة اللي تحت؟ أيوه هو مشتقته، يبقى الناتج لوغاريتم ه مقياس المقام زائد ثابت اللي هو الاختيار باء. السؤال 14، تكامل 5 ظا 8 س. قلنا يا أستاذ هناخد الخمسة دي بره، ما عنديش قانون لتكامل الظا، فهضطر أقول له معناها إيه؟ معناها جا 8 س على جتا 8 س. طب اللي فوق مشتقة اللي تحت؟ أيوه بس ناقصه أرقام، المفروض تكون سالب 8، خلاص اقسم بره هنا كده على سالب 8 عشان ما تبقاش غيرت حاجة في السؤال. يبقى الناتج سالب 5 على 8 لوغاريتمه مقياس المقام. السؤال 15، أوجد تكامل سالب ظا 6 س ناقص 1 على 3 ظا 6 س زائد 3. تعال ناخدها بره كده علشان نفهمها. هنا في سالب ظا 6 س ناقص 1 على، هناخد التلاتة مشترك يبقى ده سالب 1 على 3 في ظا 6 س زائد 1. مفيش مشاكل لو ضربت فوق وتحت في جتا 6 س، ده هتكون سالب تلت تكامل ظا اللي هي جا على جتا، هضرب جتا 6 س فيها يبقى ظا 6 س في جتا 6 س دي بجا 6 س. ليه؟ لأن الظا دي عبارة عن جا 6 س على جتا 6 س، لما هضربها في جتا الجتا هتروح مع بعضها ناقص جتا 6 س، جا 6 س زائد جتا 6 س. اللي فوق مشتقة اللي تحت؟ أيوه يا أستاذ بس ناقصه حاجة. إيه الحاجة اللي ناقصاه؟ ناقصه يا أستاذ ديت تكون سالب ودي موجب، فأنا هغير الإشارة اللي بره عشان دي تكون بالسالب ودي موجب، كأني حطيت إشارة سالب. وكمان المفروض يا أستاذ يكون في 6 اللي هي مشتقة الزاوية. طب ماشي، حط هنا 6 واقسم بره على 6، يبقى الناتج طلع 1 على 18 لوغاريتمه مقياس المقام زائد ثابت. الاختيار ده موجود؟ ايوه موجود، اللي هو ج. السؤال 16، ما تخافش من الشكل ده كده، الشكل ده معناه تكامل 1 على س لوغاريتم ه مقياس 2 س على لوغاريتم ه لوغاريتم ه مقياس 2 س دال س. ايه ده يا استاذ؟ انت ظبطت المساله كده بناء عن ايه؟ بص يا باشمهندس، حضرتك لوغاريتم ه لوغاريتم ه مقياس س، لو انا كنت واخدها بره وقلت لك حلها لي اشتقها لي، هتقوم قايل لي يا استاذ ده دي مشتقتها، ده لوغاريتم ماليش دعوه باللي جنبه، ده لوغاريتم يبقى اشتقاقه واحد على الداله نفسها، الداله نفسها كده فوق مشتقتها. طب مشتقه اللوغاريتم ايه؟ فوق مشتقه الداله اللي هي واحد على س لوغاريتم ه مقياس 2 س، فبالتالي يا استاذ ان ده مشتق ده، يبقى الناتج بتاعه لوغاريتم ه مقياس المقام. فالمقياس مش هيفرق هنا فبشيله من هنا، يبقى على دي بس زائد ثابت اللي هو الاختيار ألف. السؤال 17، عادي يا أستاذ ده تكامل القا. طب كنا بنكمل القا ازاي؟ بسيط، كنا بنضرب
في ق 2 س زائد ظ 2 س فوق وتحت عشان ما بقاش غيرت حاجة. لما اجي اضربها فيهم بقى ق تربيع 2 س زائد ق 2 س ظ 2 س على ق 2 س زائد ظ 2 س. اللي فوق مشتقة اللي تحت، ايوه يا استاذ بس ناقصه 2. خلاص حط الاثنين، اضرب البسط في 2 واقسم بره على الاثنين، يبقى نص لوغاريتم ه مقياس المقام، ج 2 س زائد ظ 2 س. الاختيار ده موجود، ايوه اللي هو باء. السؤال 18 بيقول تكامل سالب 5 على 3 زتا. قلنا يا استاذ بناخد السالب 5 على 3 بره، تكامل الزتا عباره عن جتا على جا. هل اللي فوق مشتقة اللي تحت؟ ايوه، يبقى الناتج لوغاريتم ه مقياس المقام زائد ثابت. الاختيار ده اللي هو ج. السؤال 19 لقينا فوق ضعف الزاوية، بقى تكامل 2 جا 6 س جتا 6 س. جا 12 س ده دي ب 2 جا 6 س جتا 6 س، وكان في هنا قدامها 2، زائد 4 جتا 6 س على تحت، هتفضل زي ما هي جا تربيع 6 س زائد 2 جا 6 س ناقص 5. تعالى كده كنا نشتق المقام ونشوف هل هو موجود في البسط ولا لا. جا تربيع 6 س كان اشتقاقها بايه؟ بننزل القص ونطرح منه واحد في مشتقة ما بداخل القوس، هيكون جتا 6 س، بس بشتق الزاوية الأول يبقى هنا 12، الاتنين في 6. طب تمام، 2 جا 6 س، 2 جا 6 س هتكون 12 جتا 6 س. طيب أنا معايا هنا 4 ومعايا هنا 4 وعاوزهم يكونوا 12، فهضطر أحط بره تلت، هيكون بره هنا تلت، تكامل 12 جا 6 س جتا 6 س زائد 12 جتا 6 س على جا تربيع 6 س زائد 2 جا 6 س ناقص 5. طبعا كده يا باشمهندسين اللي فوق بقى مشتقة اللي تحت، يبقى الناتج تلت لوغاريتم ه مقياس المقام زائد 2 جا 6 س ناقص 5 زائد ثابت. السؤال 20، بصينا يا استاذ لقينا اللي فوق هو مشتقة اللي تحت، السبعة س اشتقاقها 7، تمام، انما يا استاذ ال 25 دي جت منين؟ تعال نشوف السؤال كان بيقول ايه. 5 لوغاريتم ه 2 ق 5 س. اولا يا باشمهندس الاثنين دي معناها ان لوغاريتم ه زائد 5 لوغاريتم ق 5 س. لما نيجي نشتق مش دي كده راحت؟ دي راحت. طب ديت اشتقاقها بايه؟ 5 في الداله تحت فوق مشتقتها، مشتقتها هتكون ايه؟ 5 ق 5 س ظ 5 س، بنشتق الزاويه والقا اشتقاقها ق ظ، دول راحوا مع بعض بقى ب 25 ظ 5 س. ده اللي انكتب فوق؟ ايوه هو اللي انكتب فوق. خلاص يبقى الناتج بتاعها لوغاريتم ه مقياس المقام، مقياس 7 س زائد 5 لوغاريتم ه 2 ق 5 س زائد ثابت، اللي هو الاختيار ألف. السؤال 21 سهل جدا، مفيش في حاجة، هناخد 11 على 9 بره، هيتبقى تكامل 1 على س، هناخد السين اللي تحت دي تبقى 1 على س على لوغاريتم ه س، يبقى الناتج 11 على 9 لوغاريتم ه مقياس المقام زائد ثابت. السؤال 22، اللي فوق مشتقة اللي تحت؟ مشتقة اللي تحت هتكون 10 س. طيب تمام، هتعمل ايه عشان تخلي دي 10؟
عادي نقسم على 10، ناخد السالب 4 بره، نقسم على 10 ونضرب في 10، يبقى هنا 10 س و5 س تربيع ناقص 9، يبقى الناتج سالب 2 على 5 دي بعد الاختصار لوغاريتم ه مقياس المقام زائد ثابت. الاختيار ده فين؟ الاختيار ده ألف. السؤال 23 فكرة حله ايه؟ فكرة حله سهلة وجميلة. هنيجي يا باشمهندسين على الستة ه دي نفكها، الأربعة ه واتنين ه على واحد زائد ه أس س على واحد زائد ه أس س. هناخد من فوق الأربعة مشترك، يبقى تكامل واحد زائد ه أس س على واحد زائد ه أس س زائد تكامل 2 ه أس س على 1 زائد ه أس س. هنشيل الاتنين دي نحطها قدام التكامل. المهم ان دول كانوا راحهم فينا واحد، تكامل الواحد س يبقى هنا 4 س زائد دي الاتنين. هل اللي فوق مشتقة اللي تحت؟ ايوه، يبقى لوغاريتم ه مقياس المقام زائد ثابت. ده كده حل السؤال. ده فين بقى؟ أنهي اختيار من ده اللي موجود؟ عايزين 4 س زائد 2 لوغاريتم ه 1 زائد مقياس س، اللي هو يا أستاذ الاختيار د. هتشيل بس الإكس دي وتحط مكانها س. السؤال 24، تعال نشوف البسط ده معناه إيه؟ إيه دلالته؟ أولاً أنا أقدر آخد سالب 19 مشترك، هيتبقى ه أس س على ه ناقص ده يا أستاذ 9، ودي هتكون موجب خدنا 19، هنسيب دي زي ما هي. إيه اللي أنت عملته يا أستاذ؟ أنا قلت دي معناها إيه؟ طب ليه ما قلتش ديت إنه طارح أسس يعني قسمه؟ لأن أنا محتاج قدام دي ه، مش لما باجي أشتق السين بنزل الأس وأطرح منه واحد، يبقى المفروض اله دي كانت تنزل قدام السين، هنا ما نزلتش، فعشان كده أنا هاخد واحد على ه مشترك، هيتبقى لي هنا ه أس س زائد ه، لأن لما أجي أضرب واحد على ه هتروح، يبقى دلالة البسط هي دي دلالة البسط. يعني لو كتبنا سؤالنا هيكون تكامل هنا سالب 19 على ه، خدنا السالب 19 مشترك واله اتبقى ه أس س زائد ه س أس ه ناقص واحد على خدنا الستة مشترك من المقام كمان اتبقى ه أس س زائد س أس ه، اللي فوق بقى مشتقة اللي تحت، يبقى سالب 19 على 6 ه مقياس المقام ه أس س زائد س أس ه. الكلام ده موجود؟ أيوه موجود يا أستاذ، اللي هو الاختيار باء. السؤال ده يا أستاذ هيتحل إزاي؟ سؤال سهل جدا يعتبر حل لنفسه. أنا محتاج قدامي اله 3، فهناخد 3 مشترك، هيبقى الناتج سالب 3 تكامل 3 ه أس س على 3 ه أس س زائد 17، يبقى سالب 3 لوغاريتم ه مقياس المقام زائد ثابت. أتمنى أن أكون فدتك، ولو عايزنا حل من المنصة على طول اكتب لي في التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.